بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الـ Rare Coagulation Factor Deficiencies أو ما تسمى بالـ Rare Coagulation Disorders أو Rare Bleeding Disorders. طيب هي إيه الـ Rare Coagulation Deficiencies أو إيه الـ Rare Bleeding Disorders؟ هي كل الـ Factor Deficiencies ما عدا Factor 8 وفاكتور 9. Factor 8 Deficiency كان هيموفيليا A وفاكتور 9 كان هيموفيليا B، وهم إلى حد ما common. يمكن ال commonest defect أو bleeding disorder all over هو ال von Willebrand، لأنه في أغلب الأحيان autosomal dominant، ولكن إحنا بنشوف هيموفيليا كتير طبعا A و B، وال A is more common than B. لكن تعريف ال rare bleeding disorders، عشان even لو حد سأل سؤال أو مكتوب في امتحان أو حاجة discuss ال rare bleeding disorders، هي كل ال factor deficiencies باستثناء factor 8 و9، يعني فاكتور 2، فاكتور 5، فاكتور 7، فاكتور 10، فاكتور 11، فاكتور 13، والفايبرينوجين اللي هو فاكتور 1 ديس اوردرز. طيب الاستيميشن بتاعه واحد لكل نص يعني مليون او واحد لكل 2 مليون في اتس رير. طبعا الحاجات الرير ما بيبقاش ليها بروتوكولات واضحة في العلاج، يعني الريبليسمنت بالظبط قد ايه والفاكتور احسبه ازاي. دايما هتلاقيها حاجات احنا دايما بنقعد ندور عليها. في كذا منصه يعني عن الرير بليدنج ديس اوردرز لقيتها في الكتاب، فممكن حتى اللينكس دي نبقى نفتحها ونشوف فيها تفاصيل. دايما لما بيجي لنا حاله رير كده بنقعد نفتح وندور ونشوف الاسوسيشنز ونشوف ممكن يعني الاوبتيمم تريتمنت هتبقى ايه. فمش هتلاقوا دايما الحاجات بالظبط بالظبط زي ما خدنا في الهيموفيليا A وهيموفيليا B، ان الليفل correlated مع الكلينيكال مانيفستيشنز. كل ما كان ليفل قليل قوي كل ما كان العين at risk of severe bleeding even spontaneous bleed، وكل ما كان الليفل احسن شويه فهو لا بيبليد بس مع التروما. ده مش بيحصل في rare bleeding disorders، ملهاش قاعده. الهول مارك بتاع ال rare bleeding disorders هو الميوكوكوتينيوس bleeds اكتر من الماسكولوسكيليتال، ولكن الماسكولوسكيليتال هتيجي في حاجات حاجات معينه، لكن الهول مارك هي الميوكوكتينس بليدز، وانها في اغلب الاحيان هي مايل تو مودريت، وفي بوتنشال انها تكون سيفير، بس الاغلب انها مايل تو مودريت. حتى المانيفستيشنز عموما هي ليس سيفير عن الهيموفيليا. طيب الماسكولوسكيليتال بليد زي الهيماتوماز مثلا، ماسل هيماتوما او جوينت بليد او كده، هتلاقيه اكتر في الاكستريمز بتوع الفاكتورز، فاكتور 1 وفاكتور 13 عشان ما نتلخبطش. فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين ديس اوردرز وفاكتور 13 ديفيشنسي بيجي لهم ماسكلو سكيليتال بليدز، وفاكتور 10 وفاكتور 2. انا عمري ما شفت فاكتور 2 ديفيشنسي، شفت فاكتور 5، شفت 10، شفت فايبرينجن، وما شفتش برضو 13، او تقريبا شفت مره واحده من زمان قوي مش فاكره، بس يمكن 2 ده انا مش فاكره خالص. طيب يبقى التو اكستريمز بتوع الارقام 1 و13 مشهورين بالماسكولوسكيليتال بليدز. حاجه تانية تميزهم قلناها قبل كده، الفايبرينوجين ديس اوردر مشهور انه الكواجيليشن بروفايل اكستريملي برولونج، هتلاقي البي تي برولونج جدا، البي تي تي برولونج جدا، الثرومبين تايم برولونج، ساعات حتى بتطلع المعامل انفينيت برولونجيشن، يعمل لي كده نقط مش قاري، جهاز مش قاري، يقول لي البي تي مثلا 100 ثانيه. عمري ما شفتها حاجه يعني، هتلاقيها مش الحاجات العاديه اللي بتشوفوها، هتلاقيها كده الاي ان ار 10 مثلا، ده الفايبرينوجين. فاكتور 13 العكس بقى تماما، كل الكواجيليشن بروفايل نورمال، بي تي بي تي تي واي ان ار كله نورمال، وده اللي خلانا اصلا نشك فيه. طيب فاكتور 5 وفاكتور 2 طبعا هيبقوا كومن باث واي، فهم عندهم برولونجيشن للبي تي والبي تي تي. طيب فاكتور 10 يعني الجي اي بليدنج، سي ان اس بليدز ممكن تبقى فيه، ولكن الامبيليكال كورد بليدنجز، الامبيليكال بليدنج مشهور بيها برضو فاكتور 1 وفاكتور 13. يبقى فاكتور 1 وفاكتور 13 مشهورين ان هم عكس بعض خالص في الدايجنوزس، ده عنده اكستريم برولونجيشن للفاكتورز، فاكتور 13 مفيش اصلا افكشن. مشهورين او الماسكولوسكيليتال بليدز اكتر الى حد ما عن بقيه الرير ديس اوردرز، كمان مشهورين بالامبيليكال كورد بليدز. في حاجه تانية تميز الفايبرينجن هنتكلم عليها لما ندخل في الفايبرينجن ان شاء الله. تمام. طيب كاتبين حته كده هنا ان ساعات الفيميلز اللي بيجي لهم هيموراجيك اوفيريان سيست
وتدخل في هيموبيريتونيوم او كده، بتبقى يعني يمكن هي سبيسيفيك للرير فاكتور ديفيشنسيز اكتر منها انها تكون حاجه ديزيز جاينيكولوجيكال. يعني غالبا العيان ده عنده اندرلاينج بليدنج ديس اوردر. اختصارا، على عكس الهيموفيليا A و B، مفيش اسوسيشن ما بين البليدنج فينوتايب والكواجلانت فاكتور اكتيفيتي للليفلز الرير كلها، بس يعني الاشهرهم اللي هو 7 و11 و5 وكله، بس يعني الاسوسيشن الفينوتايب مع الليفل مفيش مش ماشيين بارل. يعني سي ممكن عين فاكتور 7 ديفيشنسي يكون الليفل 0 0% وما جالوش ولا مره بليدنج، وما انا عرفته ازاي ده هو جاي يدخل يعمل عمليه وهو كبير، بيعمل روتين تيست، بيعمل كواجيليشن بري اوبرتيف، لقى البي تي برولونج ايزوليتد بي تي برولونجيشن، عمل فاكتور 7 لقى زيرو. وتلاقي عيان تاني الفاكتور 30% مثلا، ما يعتبرش قليل قوي، والعيان ده عنده انتراكرينيال هيموج، فما فيش اسوسيشن. عشان كده واحنا بنريبليس ما بنحطش تارجت ويعني الاكتوال وتارجت عشان اوصل، لا انا بدي على دوز محدده. طيب الريبليسمنت في الرير بليدنج ديس اوردرز في صوره ايه؟ احنا اتفقنا ان البلازما هي دي الحاجه اليونيفرسال اللي ينفع تسبلاي كل الفاكتورز اللي عندي اللي ناقصه. ده ايفن ده انا بدي بلازما، لو نفتكر في محاضره الانتي كواجيليشن كنت بدي بلازما في حالات البروتين سي وبروتين اس وانتي ثرومبين ديفيشنسي كسورس لل ناتشرالي اوكيرنج انتي كوجلانس اللي ناقصه عند العيان، زي في الهوموزايجوس بروتين سي في النيونيتال بيربرا فالمينانز. انا ما كنتش بدي بلازما عشان العيان بينزف، انا كنت بدي بلازما عشان العيان عنده ثرومبوزس وانا عايزه سبلاي الديفيشنت انتي كوجلانس. ولكن هنا احنا كلامنا على عيان عنده بليدنج ديس اوردر، فهريبليس ببلازما فريش فروزن بلازما، والدوز بتاعتي من 15 ل 20 سي سي بير كي جي كل قد ايه، على حسب بقى الهاف لايف بتاع الفاكتور بتاعي. طيب الكرايو ده كان عبارة عن حاجة في كونسنتريشن لبعض الفاكتورز من البلازما بليفلز أعلى. الكرايو فيها أربع حاجات، فيها فاكتور 1 فاكتور 13 الاكستريمز، أهو بيشتركوا دايما في حاجات كتير مع بعض، 1 و13، وفيها فاكتور 8 وفيها الفون فيلبراند. عشان كده كان الكرايو طريقة للريبليسمنت في عيانين الهيموفيليا A، وكانت طريقة للريبليسمنت في عيانين الفون فيلبراند ديزيز. واخر حاجه عندي اسمها نوفو 7 اللي هو فاكتور 7 ديفيشنس. طب هو في حاجات تانية؟ في حاجات تانية المفروض انها موجوده بس انا عندي في المستشفى مش موجود. يعني مثلا في فايبرينوجين كونسنتريتس، حاجه اسمها فايبرينوجين بدوز بكميه مليجرام محدده، امبولز معينه اسمها فايبرينوجين، بس دي مش عندنا. في حاجه اسمها الفايبا او الفيبا، الفيبا ده مينلي كان بيستخدم في عينين الهيموفيليا اللي هم عندهم انهبيتورز، تمام، بس هو في فاكتور 2 فاكتور 9 وفاكتور 10، فانا ممكن اديه في عيانين الايه فاكتور 10 ديفيشنت، ميبي اي كان جيف ات يعني، بس برضو حاليا مش موجود. فيعني وحاجه انا مجربتهاش بايدي، فاللي اعرفه هو الكرايو والبلازما والنوفوزيل. طيب دايما ما انساش ان العيان اللي بينزف في حاجات تقدر تساعدني زي الانتي فايبرينوليتكس اللي هم الامينو كابروك اسيد او الترانكزاميك اسيد، والدوز معروفه سواء كانت اورال من 20 ل 25 مللي جرام بير كي جي كل 6 ساعات، والاي في من 10 ل 15 مللي جرام بير كي جي كل 6 ساعات. والانتي فايبرينوليتكس دول ينفعوا في كل انواع البليدنج ما عدا الهيماتوريا، عشان ما يدخلش العيان في اوبستراكتيف يوروباثي نتيجه الكلوتس اللي بتتكون جوه التوبيولز بتاعه الكيدني. طيب ما انساش برضو ان انا ممكن اساعد نفسي بالاو سي بيز او الاورال كونتراسبتيف بيلز في الفيميلز اللي عندهم مينوراجيا، تمام. يعني هرمون ثيرابي از اكسبتد في عيانه بيجي لها مينوراجيا وبتدخلها في سيفير بليدنج اب تو انها بتقعد تنقل دم، يعني تقعد تنقل دم وتنزف وتبقى فيري بيل يعني الكواليتي اوف لايف بتاعها متدمر، ولانها تاخد الاو سي بيز اكيد ان احنا نعالجها بالاورال كونتراسبتيف مع الريبليسمنت الافيلبل احسن من المشكله دي. طيب ده جدول بالفاكتورز الرير هنتكلم عليهم واحد واحد. ملخص لي هو الهاف لايف بتاع الفاكتور ده كام ساعه، وهستفيد ايه لما اعرف الهاف لايف؟ هستفيد ان انا هدي ريبليسمنت بتاعتي كل قد ايه. طيب وكاتب لي البرسنت اللي انا محتاجاها فور هيموستاسيس قد ايه،
ولو انا عشان اوقف النزيف يعني، او لو هدخل تروما سواء كانت لو سوري لو عندي ماينور تروما انا محتاجه اعلي الليفل لكام، لو عندي جراحه او ميجور تروما محتاجه اعلي الليفل لكام. طيب نيجي اول حاجه للفايبرينوجين. هو الفايبرينوجين الحقيقه ديس اوردرز هي محتاجه نتكلم عليها لوحدها، لان الفايبرينوجين ديس اوردرز تنقسم الى ديفكت في الانتيجين نفسه او ديفيشنسي بنسميها ايه فايبرينوجينيميا او هايبوفايبرينوجينيميا، او ديفكت في الفانكشن بتاع الفايبرينوجين بنسميها ديس فايبرينوجينيميا. عشان كده الفايبرينوجين ديس اوردرز من الحاجات اللي ممكن تعمل لي بليدنج اند ثرومبوزس. طب بليدنج مفهومه ان هو حاجه مهمه في الكاسكيد بتاع الهيموستيزس او في الكواجيليشن، مهم انه يمشي بكاسكيد معين، فانا الفايبرينوجين محتاجاه. طب ليه الفايبرينوجين ديس اوردرز ممكن تعمل لي ثرومبوزس اللي هي في الديس فايبرينوجينيميا هي ديفكت في الفانكشن؟ لان بيقول انا عشان ابقى عايزه فايبرينوجين، عشان فايبرينوجين يساعدني في توقيف النزيف، انا محتاجه الموليكيول نفسها تبقى وظيفتها طبيعيه، يعني ما تبقاش فيها اي ديفكت، ما فيهاش فيها اي خلل فيها كفانكشن. فالابنورمال ستراكشر بتاع الفايبرينوجين موليكيول في الديس فايبرينوجينيميا مخليالي السبستريت اللي انا محتاجاها to support او to continue الكاسكيد بتاع الكواجليشن مش شغال صح، فالعيان بيجيله ايه؟ بيجيله thrombosis وممكن يجيله bleeding. تمام؟ انا عندي مشكله، الخلل ده قد يكون هو مش عارف يشتغل في شغلته انه يوقف البليدنج، ولا عارف يشتغل يعني مش عامل لي خلل، بالعكس الوظيفه نفسها فيها disorder، انا مش عارفه امشي في سكه الهيموستيزس، ولا حتى ان انا لو في الفايبرينوليسيس الصح مش عارفه اخد الطريق بالعكس، النتيجه ديفكت في الموليكيول. طيب ده الفايبرينوجين. الفايبرينوجين بيشتغل كمان مهم في الانفلاماتوري ريسبونس، فممكن يعلى، هو اكيوت فيز رياكتنت، ممكن يعلى، ممكن تلاقوا العيان اللي عندهم مثلا هايبر انفلاماتوري ستيت ممكن الفايبرينوجين يعلى. تمام. حاجه تانية انه مهم للووند هيلينج، فالعيانين اللي عندهم فايبرينوجين ديس اوردرز بيجي لهم ديلايد ووند هيلينج. تمام. العيان ده هعمل له بي تي وبي تي تي، هلاقيهم برولونجد وثرومبين تايم برولونجد، وبعدين ممكن اقيس الفايبرينوجين اسي وهلاقيه قليل. هسبلاي ازاي؟ انا لو انا اديت كرايو، لو اديت 1 يونت كرايو لكل 5 كيلو، انا هرفع الليفل بتاعي من 50 لحوالي 100 مللي جرام بر ديسيليتر، يعني هحقق الهيموستيزس اللي انا محتاجاه لو اديت 1 يونت لكل 5 او لكل 10 كيلو من الكرايو. طيب ده الكرايو العادي. ساعات بقى في حاجه اسمها اس دي كرايو، بتتجاب من الشبراويش وبتجاب من بعض بنوك الدم. اس دي يعني سولفنت ديترجنت، يعني الكرايو ده معمول له ان اكتيفيشن، وبالتالي الان اكتيفيشن ده بيخليه ان هو ما فيهوش فايرالي ترانسميتد ديزيزز، يعني بيبقى مكتوب كده بتيكت على الباج في قد ايه من الفايبرينوجين، في قد ايه من الفون فيليبراند، في قد ايه من فاكتور 8، في قد ايه من فاكتور 13. طيب نيجي الفاكتور 2، الهاف لايف بتاعه يتراوح ما بين اقل من يعني من حوالي 56 ساعه لاثنين، يعني من يومين لاربع ايام تقريبا. نيجي الفاكتور 2. فاكتور 2 ده هو الريرست of the rare bleeding disorders أندر الأشياء. تمام. كان من الحاجات اللي بتعمل mild mucosal bleeding، وممكن يبقى معاها كمان musculoskeletal bleeds، والreplacement بتاعتي بلازما. طيب نيجي لفاكتور 5. فاكتور 5 half life 36 ساعة، بس هي من 12 ل 36، فأنا ممكن أدي replacement كل 12 ساعة، وما عندي نوعين منهم، نوع كوانتيتيف ونوع كواليتيتيف، مش مهم عندي قوي دلوقتي، بس الاقي بي تي وبي تي تي برولونجد وفاكتور 5 قليل، وريبليسمنت الوحيد بلازما. اشهر البليدنج ديس اوردرز في فاكتور 5 هي الاكستاكسز والماوث بليدز او الجم بليدز، وممكن كمان ايكيموزس. في حاجه بقى اسمها كومباين فاكتور 5 اند فاكتور 8، ده غير العيان اللي هو الهيموفيليا، لا عيان عنده فاكتور 5 اند فاكتور 8 ديفيشنسي، بس الارقام ما بتبقاش قليله قوي في الفاكتورز، وبرضو اشهرها بتبقى بعد تروما، بعد جراحه، ما بتبقاش سبونتينيوس، يعني حاجه كده مكتوبه رير. يعني نيجي لفاكتور 7 ديفيشنسي، هو الكومنست اوف ذا رير بليدنج ديسوردرز. تمام. فاكتور 7 هو الكومنست اوف ذا رير
bleeding disorders، اشهر فاكتور فيه variability ما بين الليفل والبليدنج سيمتوم. زي ما اتفقنا ممكن الليفل يبقى قليل جدا والعين ما بينزفش، وممكن الليفل يبقى يعني قليل حاجه بسيطه والعين عنده سيفير بليدنج. من اشهر الحاجات بتاعه النوفو 7، قصدي سوري الفاكتور 7 ديفيشنسي، النيونيتال بليدز بيجي لهم سبونتينيوس ايفن سبونتينيوس انتراكرينال هيموريدج. الريبليسمنت بتاعي لو عندي نوفو 7 يبقى احسن حاجه، الجرعه من 15 ل 30 مايك بير كي جي كل 4 ساعات او كل 6 ساعات على حسب. الهيموستيز بتاعي لما اوصل ل 30 يونت يعني بير كي جي، وانا عندي 2 امبولز من النوفو، 1 مليجرام اللي هي 1000 ماي و2 مليجرام اللي هي 2000 مايك. الامبول دلوقتي بقى ب 6000 جنيه تقريبا النوفو 7. طبعا ما عنديش نوفو 7 هدي بلازما. فاكتور 7 بقى كمان من الحاجات اللي بتعمل ثرومبوزس، يعني في بعض الحالات برو ثرومبوتيك برغم انها فاكتور 7 ديفيشنسي. تمام، يعني ممكن يعمل بليدنج اند ثرومبوز، يبقى في حاجات بتعمل بليدنج اند ثرومبوزس اللي هو الفايبرينوجين وفاكتور 7. وايه تاني؟ ايه تاني بيعمل بليدنج اند ثرومبوزس؟ ممكن عيان الانتي فوسفوليبيد مثلا سيندروم، دي حاجه بره الكواجيليشن ديس اوردر. طيب فاكتور 10 الهاف لايف ما بين 24 ل 60 ساعه. تمام، وانا برضو هدي بلازما هنا. طبعا الحاجات اللي هم كاتبينها دي الرايا ستاب والحاجات دي كونسنتريتس عندهم، انا ما اعرفهاش عندي هنا. يعني مثلا الحاجات اللي فيها فايبرينوجين الرايا ستاب ده اللي هو الفايبرينوجين ده مش عندنا على حد علمي، يعني مش عندنا دلوقتي خالص. طيب فاكتور 13 بصوا اطول هاف لايف 168 ل 240 ساعه تقريبا، تقريبا من اسبوع ل 10 ايام. يعني انا هدي ريبليسمنت هديها كل اسبوع. الفاكتور 13 كان اسمه الفايبرين ستابلايزنج فاكتور، في اخر نقطه في الكواجيليشن كان عندي حاجه اسمها فايبرين تحول الى ستيبل فايبرين كلوت عن طريق فاكتور 13. عشان كده لما بينقص بيجي لي بليدنج، لان الكلوت اللي اتكونت ما هياش قويه انف انها توقف البليدنج، ولكن كل البروفايل بتاعي نورمال لاني خلصت كل الحاجات اللي بتتقاس البي تي والبي تي تي. طيب مشهور فاكتور 13 زي ما قلنا في الاول بالامبيليكال بليدز 80% من الحالات ومونيونيتال بليدز، ممكن كمان يبقى معاه بور ووند هيلينج وانتراكرينيال هيمرج. يبقى فاكتور 1 وفاكتور 13 مشهورين بالنيونيتال بليدز، امبيليكال بليدز مشهورين بالبور ووند هيلينج. تمام، ده هعمل الكواجليشن هلاقيه كله نورمال. بيتشخص بحاجه اسمها كلوت لايسيس تيست، بتقيس الافيكاسي بتاعه الكلوت لايسيس يعني، ولكن ليها ليميتيشنز كتيره ومش سنسيتيف ومفيش ولا مره شفتها بصراحه طلعت. هدي العيان ايه اللي عنده فاكتور 13 ديفيشنسي؟ هدي له بلازما يعني فيها كل حاجه. الاحسن ان انا ادي له كرايو لان الكونسنتريشن احلى، ولو في عندي فاكتور 13 بقى كونسنتريت زي اللي مكتوب ده كوري فاكت ده اكيد هيبقى افضل، بس ده مش عندنا. طيب احنا كده خلصنا الحديث عن الريب بليدنج ديسوردرز، كلام فيهم مش كتير بس يعني كده وي ريفريش اور مايند. يعني انا ممكن افتح ال يعني ممكن عادي لو حد عايز يسأل سؤال تقدروا تعملوا انميوت لو في سؤال في اللي فات، عشان الكويز تايم دي انتوا اللي هتحلوها مش انا بقى ان شاء الله. حد عنده اي سؤال في اللي قلته؟ طيب ما فيش أسئلة الحمد لله، نكمل نشوف الحالة. إيه بقى القصة بتاعت الحالة دي؟ دي بنوتة 16 سنة عندها history of hematochezia وميلينا fresh bleeding بالريكتم يعني وميلينا، وsent you بالgastroenterologist عشان I evaluate for a bleeding disorder. البنت سألناها على history of recent constipation, diarrhea, vomiting, abdominal pain أو rectal pain، قالت لا مفيش. خدنا history و identified the complaints، لقينا إن كان في complaints of easy bruising وكان عندها heavy menstrual bleeds، واتحسنت لما الدكتور الجاينيكولوجي بدأ لها ال oral contraceptive pills والمعامل بتاعتها فيها. عملت سي بي سي انيشيالي، سي بي سي نورمال تماما، والبي تي والبي تي تي نورمال.
هنعمل ايه الخطوة القادمة؟ مين يحب يفكر معايا ونشوف هنعمل ايه؟ طب بلاش نقول what the next step، حد يقول لي بس ال important points في ال history. فاكتور 13 يا دكتور محمد؟ طب يعني لمجرد ان البي تي تي نورمال، ولا ممكن نفكر في حاجة تانية؟ طب نعمل ورك اب ايه قبل ما نقول فاكتور 13؟ احتمال من الاحتمالات صح، اي ان سي بي سي نورمال وكواجليشن نورمال، احتمال فون بالبران، تمام ماشي. طيب قول بقى، طب حد يقول لي طيب النقط المهمة في الهيستوري. ممكن طبعا بليتلت فانكشنز، كل الاحتمالات واردة صح. طب خلينا نمشي خطوة خطوة ونقول البنت دي عندها ايه مميز في الهيستوري. بنت 16 سنة عندها جي اي تي بليدنج وبيجي لها هيفي منسترال بليدز، يبقى انا عندي مش حاجة لوكالايزد بس المينوراجيا، لا ده انا عندي كمان جي اي بليدنج تمام، وما عندهاش اي حاجة لوكال، ده بدليل ان دكتور الجاسترو انترولوجي بعته لي عشان اطمن، او قد يكون عندها حاجة جي اي تي واكزازيربيتد انها عندها بليدنج ديس اوردرز اندرلاينج تمام ممكن، وكمان بيجي لها بروزس والانيشال صح صح يا دكتوره، ولا عندها ايزي بروزنج، يبقى عندي ميوكاس ممبرين بليدز اللي هي البروزنج سكين يعني بليدز، وعندي منوراجيا وبنوته وعندها جي اي بليدنج، وعملت انيشال سي بي سي وكواجليشن طالعين نورمال واتحسنت تمام على الاورال كونتراسبتيف بليدز. طيب اتحسنت من ناحيه المينوراجيا، لكن الحاجات التانيه لسه موجوده. خلينا نشوف كده هنعمل ايه. هو لو انا طلع لي السي بي سي والكواجيليشن نورمال، ايه الاحتمالات اللي قدامي؟ الاحتمالات انه يكون بليتلت فانكشن النمبر كويس، فانا عندي مشكله في الفانكشن صح ممكن. الاحتمال الثاني زي ما قلنا فاكتور 13 صح، ولو ان الايدج يعني وما كانش عندها حاجه نيونيتال ولا حاجه ماشي، فاكتور 13 معاكم. ايه الاحتمال الثالث؟ ينفع تشايلد ابيوز ميبي، الله اعلم محدش عارف، احنا قلنا مش هننساه. الاحتمال الرابع ممكن فون فيلبران، يس ممكن طبعا، يعني البي تي تي مش لازم يبقى برولونج، احنا اتفقنا البي تي تي ممكن يبقى نورمال وممكن يبقى برولونج تمام فون فيلبران. طب تمشي فون فيلبران بنت مينوراجيا، واللي جابها واضح اللي جابها هو المينوراجيا الهيفي بليد يعني، وعندها كمان جي اي بليد، هل في علاقه بقى بين الجي اي بليدنج والفون فيلبران؟ هنشوف. ايه تاني احتمال؟ تطلع مثلا اهلرز دانلوس، او تطلع حاجه من الكولاجين او الباسكولايتس مثلا هي اللي بتخليها تنزل، ممكن كل الاحتمالات صح كده كله ماشي. انا هسكرين لكل حاجه بس هبدا بالسهل، بدل ما اعمل بليتلت فانكشنز هعمل هكمل بقيه الفون فيلبران والحاجات. فهم عملوا الحقيقه، لان الكيس من الاسئله يعني، عملوا الفون فيلبران وطلع الانتيجين 44% والاكتيفيتي اللي هي ريستوستين كوفاكتور اكتيفيتي 25%. طبعا باين مكتوب، انا عارفه مكتوب ايه، بس ايه رايكم في الارقام دي؟ تخلينا نفكر ازاي الارقام دي. احنا قلنا الليفلز، احنا قلنا البون فيلبراند كانوا كام نوع؟ مش كان في تايب 1 وتايب 2 وتايب 3؟ تايب 1 وتايب 2 تايب سوري تايب 1 وتايب 3 كانوا كوانتيتيف صح؟ كان تايب 1 في مايل ديفيشنسي عشرينات 25 حاجات كده، والاثنين ماشيين مع بعض يعني الريشيو ما بين الانجن والاكتيفيتي دايما 1 لانهم بارل، ده قلت زي ما ده قل. فاكتور تايب 3 سوري كان في سيفير ديفيشنسي في فولنبراند انجن واكتيفيتي، والريشيو بتفضل 1 لان الاثنين قليلين جدا يسموها undetected تقريبا 1 2، طلع ارقام بسيطه جدا. وكان في نوع تاني اللي هو تايب 2 صح؟ تايب 2 ده بقى كان عندي ايه؟ كان عندي ديفيشنسي في الانجين بس الديفيشنسي في الاكتيفيتي اكتر كتير، عشان كده الريشيو كانت ما بينهم، الريشيو كانت الاكتيفيتي للانتيجين اقل من 0.6، فده يخليني اقول ان انا بكون في البراند تايب 2 تمام. في حاجه بقى، كان في انواع من تايب 2، 2A و2B 2M 2N والبليتلت تايب او سودو فون فيلبراند. احنا اتفقنا ان احنا ساعات ما بنعرفش نجيب تفاصيل السب تايبس بتاع تايب 2، كويس قوي ان انا عرفت انه تايب 2، يمكن الوحيد اللي بشك فيه البليتلت تايب والسودو
فون فيليبراند اللي معاه ترومبوسيتوبينيا، الاثنين اللي معاهم ترومبوسيتوبينيا هم اللي بعرفهم، لكن الباقيين هم بقى عندهم حاجه اسمها ان انا اسس البوليمرز بتاعه الفون فيليبراند، الهاي مولكيولار ويت مولكيولز، اشوف ال فاكرين كان في واحد فيهم البليتلت ريسبتور اللي هو الانتيجين اللي على الحاجه اللي بتمسك البليتلت في الفون فيليبراند فيها خلل، واحده بتمسك بزياده وبتكلير البليتلتس والتانيه مش بتمسك، فعشان كده عام بينزل. في واحد كان فيه المولكيولز فيها مش موجوده، وفي واحد كان المولكيولز موجوده. المهم العيان ده اتشخص تايب 2A نتيجه اللوس اوف ذا لارج مولكيولز، تمام؟ قالوا بقى ايه سبب البلادي ستول؟ هل هي عندها جاسترونفرايتس مثلا واكزازيربيتد بالتايب 2A، ولا عندها انتساسبشن ودي بتحصل مع تايب 2A، ولا انجيو ديسبليزيا في الجي اي لايننج؟ الحقيقه الاجابه هي انجيو ديسبليزيا، وهقول لكم ليه بعديها. ودي حاجات ستادز اتعملت لقوا كوريليشن عنيفه جدا ما بين الانجيو ديسبليزيا والمالفورميشنز في الجي اي تي والفون فيليبراند ديزيز. ودي انا ما كنتش اعرفها لحد ما دخلت لنا عيانه فون فيليبراند، مش فاكره كانت انهي تايب. البنت دي كانت طول الوقت بتاع عندها هيماتيمسيس وميلينا، اديها كل حاجه ما بتحسنش، تحسن شويه وخلاص، والهيموجلوبين بيقع وبتاخد دم، ما يعني مش راضيه ما فيش يعني البليدنج ما بيقفش خالص، لحد ما خلاص قلنا يعني اشمعنى طيب هي بتنزل في الحته دي بس، ماشي انا متاكده انها فون فيليبراند عشان عندها هيستوري في حاجات تانية والأرقام قليلة، بس اشمعنى الجي اي تي؟ دخلناها منظار وطلع عندها فعلا انجيو ديسبليزيا او مالفورميشنز موجودة في الجي اي لايننج. هنا بقى شوية ديسكشن عن الموضوع ده، الكوريليشن. انا بس حطيت السؤال ده كمدخل ان احنا نعرف قصة الانجيو ديسبليزيا. طيب الميوكوزال بليدنج هي الموست كومن تايب اوف بليدنج في عيانين الفون فيليبراند، خلاص. طيب البلادي ستول ده قلنا الانجيو ديسبليزيا is more likely than other possibilities اللي مكتوب، الانتساسبشن مش كومن، تمام، وبالتالي العيان ده غالبا الاجابه هي الانجيو ديسبليزيا، وكان هي ما عندهاش اصلا هيستوري لا دايريه ولا فومتنج ولا حاجه، فصعب اقول انها جاسترو انفرايتس وايه اكزازيربيتد عشان هي عندها underlying bleeding disorder. واحنا قلنا ليه اصلا تايب 2؟ لان الريشيو لو قسمناها على بعض 25 على 44 هتلاقيها اقل من بوينت 6، هتطلع 0.5 تقريبا 0.5 حاجه، فهي انا تايب 2. وليه قلت ان انا تايب 2A؟ عشان اللوس اوف يعني عملوا بقى تيستنج، عملوا مالتيمر تيستنج، لقوا ان في لارج اند انترميديت سايز مالتيمرز ابسنت، وده كونكومتنت مع تشخيص تايب 2A فون فيليبراند. ده الجوريزم تاني، انا عارفه زهقتوا من كتر الالجوريزمز، بس يعني انا عندي هيستوري اوف فون فيليبراند، عندي فاميلي هيستوري لانه غالبا اوتوسومال دوميننت، عندي ميوكوس ميمبرين بليدز، هبدا بالتستنج بقى. انا شاكه في فون فيليبراند فهقيس الفون فيليبراند، احسب ما يطلع لي. لقينا الريشيو اكتر من 0.6 عاده بتبقى 1، يبقى انا يا تايب 1 يا تايب 3 على حسب الارقام اللي هتطلع لي. في تايب 1 الفون فيليبراند انتيجين واكتيفيتي ارقام متوسطه 25 ل 30، الاثنين ماشيين مع بعض، والعيان عنده مايل سيمتومز. العيان تايب 3 لا ده الارقام وحشه جدا، قليله جدا. تايب 1 هتلاقي فيه الانتيجين 2 3 والاكتيفيتي زي، وهتلاقي فاكتور 8 في الارض. ليه؟ لان الفون فيليبراند مش موجود، وبالتالي فاكتور 8 اللي هو مهم ليه الفون فيليبراند ككارير وكبروتكتور في البلازما من البروتيزس مش موجود، فبيقل. ده ايفن تايب 3 ده بيلخبطني اصلا، بفتكره هيموفيل، تمام؟ وهو الحمد لله ان تايب 3 از فيري رير، ده من رحمة ربنا الحمد لله. طيب لا انا لقيت بقى ان الريشيو اقل من 0.6، هعمل المالتيمر اناليسز اللي احنا مش بنعملها عشان كده ما بدخلكوش في التفاصيل. لقيت ان هو تايب 2 لوس اوف لارج اللي هي هاي مولكيولار ويت مالتيمرز دي كونكومنتنت مع تايب 2A، واتفقنا اللي احنا الوحيد اللي بنعرفهم او الاثنين الوحيدين تايب 2B او البليتد تايب، عشان بيبقى معاها مشكلة في البليتد كاونت. العيان هيتعالج ازاي؟ هعالجه اول حاجه ان انا امنع انه يحصل بليدنج، واعمل سبورتيف كير، واعالج السبيسيفيك بليدز على حسب البليدنج فين، يعني ده عموما، ده في العموم مش في الحاله دي. يعني العيان اللي عنده مثلا جي اي بليد، هشوف انا عايزه الثريشولد بتاعي كام، عايزه اعلي الليفل فون فيليبراند لكام،
سبورتيف كير، ما انساش ان انا استخدم الترانكزاميك اسيد والانتي فايبرينوليتكس، بريفنشن اوف بليدنج زي ما الدكتور عمل لها موضوع الاورال كونتراسيبتيف بيلز. طيب تعالوا نقرا بقى عن الانجيو ديسبليزيا دي. هو الفون فيلبراند ده ليه رول في الاندوثيليال سيل بروليفريشن، لان هو اصلا كان متخزن في البليتلتس وكان متخزن في البوديز اللي هي دبليو بي بوديز في الاندوثيليال سيلز. فالجي اي تراكت اندو ديسبليزيا موجوده في حوالي من 2 ل 4%، وده رقم مش قليل، تمام؟ وبالتالي ممكن يجي لهم ميلينا، ويجي لهم ايه؟ يجي لهم هيماتوكيزيا فريش بليدنج. والانتي فايبرينوليتكس may be helpful طبعا، تقدر تحسن البليدنج ده، والريبليسمنت از انديكيتد لو العين اللي عنده significant او ongoing blood loss. طيب يبقى انا محتاجه اريبليس العينه دي بفون فيلبراند كونسنتريت لو عندي، لو ما عنديش ممكن ادي كرايو، او ممكن ادي فاكتور 8 تو فون فيلبراند زي ما اتفقنا، الكو 8 مثلا اللي هو فيه 500 يونتس فاكتور 8 وفيه 500 من الفون فيلبراند، او الفندي، الفندي اعلى كونسنتريشن فيه فون فيلبراند حوالي 625 الى 500 فاكتور 8، تمام؟ اول يوم، اول يوم بنحب نخلي يعني الكميه اللي برفع الفون فيلبراند بنسبه 80% في اول يوم، بعد كده امنتين يومين ثلاثه بعديها 50%. اول ما البليدنج يبقى كنترولد ايه، هشوف بقى الاكستنت بتاعت الانجيو ديسبليزيا دي ايه، وهل هتحتاج حاجه سيرجيكال، هتحتاج تتقفل بحاجه ولا لا. بس انا كهيماتولوجيست اقدر اساعدها بالانتي فايبرينوليتكس، تكمل على الاو سي بيز اللي هي ماشيه عليها مع الدكتور بتاعها، ودي ريبليسمنت بالفون فيلبراند او بالكرايو زي ما متعوده في حالات الفون فيلبراند ديزيز. الحاجات بقى يعني المشهوره او اللي ليها علاقه بالحاله هنا اللي نقدر نطلع بيها، كل تايب 2 فون فيلبراند هم كواليتيتيف ديفيشنسيز، والريشيو اللي اقل من 0.6 از انديكيتيف اوف تايب 2. مايل تو مودريت ثرومبوسايتوبينيا في عيان عنده ميوكوزال بليدنج لازم تخلينا نفكر في فون فيلبراند سواء تايب 2 بي او البليتد تايب، تمام؟ ايه تاني؟ الجينيتك تيستنج بقى، لو انا ما عرفتش اوصل ممكن اعمل جينيتك تيستنج. لو جالي عيان عنده اي جي اي بليدنج انا لازم احط في دماغي الانجيو ديسبليزيا، وانها حاجه كومن فايندنج في عيانين البون براند سبيشالي تايب 2 اي، تمام؟ وشكرا جزيلا. اشوف بس لو في فاضل لنا 4 دقائق ممكن نتكلم لو حد محتاج اي سؤال في الحاله. أوقف بس التسجيل عشان ما يقفلش.